مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة واللقاء الخاص لمناقشة تهديدات داعش في المنطقة والحملات التي تلاحق خلايا تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا وخاصة في مخيم الهول ومحيطه. ومعنا هنا لمناقشة هذه الحملات وأيضا تهديدات أو ملف الإرهاب في المنطقة مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية السيد فرهاد شامي. أهلا ومرحبا بك، وأيضا نشكرك لاستضافتنا هنا في مخيم الهول. سيد فرهاد، يوم الأربعاء انطلقت حملة أو عملية الأمن الدائم لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول ومحيطه، سبقتها حملات وعمليات أخرى، ولكن بالنسبة لهذه الحملة ما أهميتها؟ وأيضا يعني بالنظر إلى التوقيت، وما هو الاختلاف عن الحملات السابقة؟ يعني ما الذي دفعكم إلى هذه الحملة في هذا التوقيت؟ يعني بالفعل هذه هي العملية الرابعة منذ عام 2021 التي تطلقها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وكذلك وحدات حماية المرأة في مخيم الهول، ولكن هذه الحملة بطبيعة الحال استهدفت مساحة جغرافية أوسع وهي محيط منطقة الهول بشكل عام، يعني انطلاقا من بلدة الجزعة على الحدود العراقية بمنطقة الكوتشر ووصولا طبعا إلى منطقة الدشيشة الملاصقة طبعا لمدينة الشدادة، أيضا هي على الحدود العراقية السورية. الحملة تقريبا استهدفت 200 قرية، يعني تم تمشيط 200 قرية خلال اليومين الأولين، ومن ثم انتقلت بطبيعة الحال إلى الأهداف الأساسية وهي مخيم الهول الذي بالفعل يعني هناك بطبيعة الحال نتائج تحققت في السابق، ولكن لا تزال بعض الأهداف لم تتحقق وخاصة تجفيف كامل لمنابع الإرهاب وكذلك بعض الخلايا الإرهابية التي تنشط بين حين والأخرى في المخيم. بالمجمل الشيء الذي يميز هذه الحملة وهو استهداف محيط منطقة الهول. العام الماضي أيضا كانت هناك بعض الأخبار وبعض المعلومات حول نية بعض الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي بتنظيم صفوفها في الصحراء وبادية الهول والانطلاق منها إلى مدينة الحسكة والهجوم على السجن الصناعي وكذلك مخيم الهول كهدف استراتيجي أساسي لتنظيم داعش الإرهابي. خلال اليومين الأولين بطبيعة الحال قمنا بعمليات مفاجئة استهدفت بعض الأوكار الإرهابية، بالفعل تحققت نتائج جيدة باعتقال الخلايا الإرهابية والقضاء على بعض الخلايا الأخرى التي أساسا كانت تتجهز للقيام بعمليات الإرهابية في مخيم الهول بشكل أساسي وكذلك السجن الحسكة الذي لا يزال بطبيعة الحال الخطر كبيرا على هذه المناطق. حاليا الحملة أو العملية هي تجري في مخيم الهول، ولكن هذا لا يعني بين قوات سوريا الديمقراطية لن تنفذ الحملات الأخرى والعمليات الأخرى وبشكل خاص العمليات الدقيقة والمركزة في مناطق أخرى في شمال وشرق سوريا، طبعا استنادا إلى المعلومات الاستخباراتية التي نحصل عليها بين الفين وأخرى في هذه المنطقة. حول هذه العملية أعلنتم انتهاء المرحلة الأولى، ما هي النتائج التي خلفتها هذه الحملة؟ هل كان في اشتباكات مع يعني قلتم بأنه أو المعلومات أو البيان الذي صدر من غرفة العمليات المشتركة بأنه تم إلقاء القبض على عناصر من تنظيم داعش، هل كان في اشتباكات مع هؤلاء العناصر؟ يعني خلايا تنظيم داعش لم تكن تتوقع أن نقوم بالعملية في ريف منطقة الهول، لذا أساسا هي كانت تحاول التحرك بسهولة وبيسر في تلك المناطق باعتبار كل الأنظار كانت تتوجه إلى مخيم الهول بشكل أساسي، ولكن عندما قمنا بالعمليات المفاجئة في اليوم الأول للعملية بالفعل كانت هناك نتائج جيدة. يعني في اليوم الأول فقط تم اعتقال 47 مرتزقا وبما فيهم طبعا أمراء وبعض القادة لتنظيم داعش الإرهابي الذين شاركوا في العمليات الإرهابية خلال الثلاث أشهر الماضية، بعضهم من جنسيات عربية وبشكل خاص الجنسية العراقية. حصلت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات غرفة عملية الأمن الدائم وبعض الخلايا الإرهابية في قريتين، قتل خلالها طبعا أحد المرتزقة الذي أساسا كان يتجهز للقيام بعملية الإرهابية في مخيم الهول، وكذلك تم إصابة آخر بجروح وتم اعتقاله فيما بعد. بالمجمل اليومين الأولين المرحلة الأولى لعملية الأمن الدائم تحققت الكثير من النتائج. أولا اعتقال عدد كبير من الخلايا الإرهابية أكثر من 47 شخصا أو مرتزقا،
المسألة الأخرى أو الهدف الآخر وهو تفكيك هذه الخلايا والقضاء على بعض العوامل التي تيسر تحركاتهم على الحدود العراقية السورية. كما تعلمون هي منطقة صحراوية، هذه المناطق الصحراوية تحوي الكثير من الكهوف، وكذلك بعض المناطق هي صعبة الوصول إليها بعض الأحيان باعتبار شاهدنا خلال الفترة الماضية بعض الأمطار. هذه الأمطار تعيق تحرك القوات الأمنية والعسكرية، ولكن داعش بطبيعة الحال يحاول الاستفادة من هذه الظروف. بالمجمل كانت أهم أهداف العملية وهو تأمين المنطقة وتوفير حماية أفضل لسكان المنطقة، وطبعا الهدف الآخر وهو منع العمليات الإرهابية التي تستهدف منطقة الهول. تحديدا حول يعني هذه النقطة، ليس فقط ملاحقة خلايا التنظيم هنا، أيضا خارج المخيم وخاصة عند الحدود العراقية السورية، وخاصة بأنه هي منطقة رخوة، كيف يؤثر اليوم ضبط الأمن في مخيم الهول ويعني إلقاء القبض على خلايا تنظيم داعش هنا في مخيم الهول، أو حتى محاصرتهم هنا في مخيم الهول، على الخلايا المتواجدة خارج المخيم؟ يعني بطبيعة الحال داعش يتحرك وفق قيادة أو وفق تنسيق معين. سابقا داعش كان تنظيم مفكك، يعني بعد مرحلة انتهاء معركة الباغوث تفككت خلايا تنظيم داعش، تفككت أو تبعثرت مؤسساتهم سواء المؤسسة العسكرية وحتى المؤسسة المالية والمؤسسة الإعلامية، ولكن منذ عامين طبعا داعش عاد مجددا طبعا بناء مؤسساته، بناء هياكله التنظيمية، وبشكل خاص طبعا الهيكل الذي مسؤول بشكل أساسي عن العمليات الإرهابية والهيكل الاقتصادي، وكذلك هيكلية أو تنظيم الدعاية لهذا التنظيم الإرهابي. بشكل عام داعش سابقا كان بحاجة إلى مخيم الهول لطبعا تشكيل ما كان يسمى بأشهر الخلافة، ومن ثم طبعا محاولة تجنيد بعض الأشخاص ضمن المخيم. كما تعلمون ليس كامل مخيم الهول هم أعضاء أو عناصر تنظيم داعش، هناك بعض العوائل المتضررة أساسا من تنظيم داعش يتواجدون في بعض الأقسام الأخرى. داعش خلال تلك الفترة كان يحاول تجنيد بعض الشبان وبعض المراهقين، وكذلك محاولة الضغط على بعض النساء وبعض الرجال بغية طبعا الانضمام لتنظيم داعش، أو على الأقل تسيير بعض الفعاليات العسكرية والأمنية في المخيم. وكذلك طبعا هو كان بحاجة إلى السجون باعتبار أن السجون تحوي من أهم قادة داعش ومن أهم خبراء داعش، سواء خبراء التفجير، خبراء العمليات الأمنية والعسكرية، وإضافة طبعا إلى خبراء الإعلام وخبراء الدعاية وبعض الأشخاص الذين كانوا يوفرون التمويل لهذا التنظيم الإرهابي. ولكن بعد ذلك، يعني بعد مرحلة عام 2023، داعش بعد فشله المتكرر طبعا في الهجوم على المخيمات وكذلك الهجوم على السجن الصناعي كما حدث في عام 2022، بعد هذا الفشل داعش توجه إلى تكتيك آخر وهو محاولة الاستفادة من البيئة التي توفر له بعض الإمكانات سواء اللوجستية أو المادية وحتى من ناحية العناصر. وهنا نتحدث بشكل مباشر عن البادية السورية. البادية السورية هي ليست فقط منطقة رخوة، هي منطقة أساسا استراتيجية. كما نعلم أن داعش أساسا هو خلق وولد في الصحراء، كل تنظيمات القاعدة والتنظيمات الراديكالية هي أساسا ولدت وخلقت في الصحراء ومن ثم انتشرت إلى البيئات الحضرية. داعش أيضا خلال العامين الماضيين استفاد جدا من البادية السورية. نحن نتحدث عن صحراء دير الزور، يعني بادية دير الزور مناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وكذلك بادية الرقم، بادية الرصافة، وصولا إلى بادية حلب، بادية حمص، حما، وكذلك بادية السويداء، وصولا إلى الحدود العراقية. يعني مساحة أكثر من 60% من الصحراء السورية نشط فيها داعش، نشط فيها بعدة مستويات. المستوى الأول هو الاختباء، المستوى الآخر هو التدريب. هناك معسكرات لتنظيم داعش في جبل البشري في الصحراء السورية لدينا معلومات، وتحالف الدولي طبعا استهدف بعض القادة هناك، وكذلك استفاد من تلك المناطق من ناحية التمويل. يعني هناك بعض الطرق الاستراتيجية التي تستخدم لأغراض التجارة بين المناطق السورية المختلفة،
داعش فرض بعض الضرائب سواء على المجتمع المحلي كعشائر هناك، إضافة طبعا إلى فرض الضرائب على التحركات البضائع في تلك المنطقة. المسألة الأخرى التي بالفعل داعش استفاد منها هو مسألة التجنيد، يعني تلك المناطق هي مناطق نائية، مناطق بعيدة عن الأعين الأمنية والعسكرية. داعش كان يضغط على السكان بغية الضغط عليهم لانضمام أبنائهم إلى هذا التنظيم الإرهابي، لذا مخيم الهول وكذلك السجون أصبحت في الهدف الآخر أو الهدف الثاني لتنظيم داعش، باعتبار هو فشل عدة مرات. كانت هناك عمليات أمنية قمنا فيها خلال الأعوام الماضية، فككنا كثير من أجهزة داعش في مخيم الهول سواء جهاز الحزب أو أشبال الخلافة، لذا هو حاول استغلال هذه المناطق وبشكل خاص منطقة الهول كأهداف دعائية. يعني استغل ملف منطقة الهول كأهداف دعائية وغير من تكتيكاته العسكرية بعض الخلايا الإرهابية، أصبحت هي خلايا نائمة بعدما كانت نشطة بالفعل في المخيم، ولكن خلال الفترة الماضية اختفت أو حاولت التمويه أو حاولت إيجاد بعض الظروف الأخرى في الاختباء والاختفاء، ولكن حتى هذه المسألة فشلوا فيها. والدليل أن هذه العملية اعتقلت الكثير من هذه العناصر التي كانت تحاول تتقمص بعض الشخصيات غير الشخصيات الحقيقية، أو حاولت تتخفى بهويات غير هوياتها الحقيقية. يعني استشعر من كلامك خاصة باستغلال خلايا داعش أو تنظيم داعش الإرهابي بشكل عام للواقع الجغرافي في المناطق التي ينتشر فيها أو الذي ينتشر فيها هذا التنظيم، كأنه تكتيكات هذا التنظيم باتت أخطر من السابق. يعني بطبيعة الحال داعش حاليا هو تنظيم خطر، وواقع عودته لابد من مواجهتها بعيدا عن البروباغندا الذي أحيانا يخفف من تأثير تنظيم داعش. بعض الحكومات سواء الحكومات الغربية أو حتى الحكومات المحلية بهدف طبعا إظهار نفسها كقوية وكأن تنظيم داعش لم يعد يشكل خطرا، ويحاولون تصوير الأمر وكأنه حقق انتصار كامل على هذا التنظيم الإرهابي، ولكن على الأرض داعش لا يزال ينشط بشكل كبير وعلى مختلف المستويات، يعني سواء من ناحية التجنيد من ناحية العمليات الإرهابية. يعني مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأشهر الماضية أكثر من 240 عملية أو هجوم إرهابي نفذها خلايا التنظيم الإرهابي في مناطق شمال وشرق سوريا، وأكثر من 300 عملية أو أكثر حتى في مناطق البادية السورية، ما عدا طبعا المناطق الأخرى التي ينشط فيها على في الداخل العراقي سواء في مناطق الأنبار أو الموصل أو الرمادي، ديالى، كركوك. يعني مساحة جغرافية كبيرة جدا في الصحراء داعش ينشط فيها، لذا خطر داعش هو خطر واقع، لا يمكن تجاهل هذا الخطر لأهداف سياسية أو دعائية بحتة، لابد من مواجهة هذا الخطر، لابد من الاعتراف بوجود هذا الخطر حتى نتمكن من وضع الخطط لمواجهته وتوفير بعض الخطط للظروف الطارئة. يعني قد تشكل بعض الظروف في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما الحروب التي تحدث سواء في غزة وحتى في جنوب لبنان، التوترات التي تحدث في العديد من المناطق في الشرق الأوسط هي بالأساس تشكل ظروف مناسبة لعودة التنظيم. يعني تنظيم داعش يستفيد أولاً من الظروف السياسية المتوترة في المنطقة، ثانيا من العوامل الاقتصادية، يعني المجتمعات التي تعاني من الفقر داعش يحاول يتصيد هذه المسألة وتجنيد أبنائهم، وحتى الكثير من المعتقلين أو العناصر الإرهابية الذين قمنا باعتقالهم خلال الفترة الماضية خلال العمليات السابقة عدد كبير منهم تم إغراءهم بالمال، يعني مقابل أي عملية يقوم بتنفيذها كانوا يقدمون لهم بعض الأموال، لذا لابد من القضاء على هذه العوامل. يعني حتى نقول أو ندعي بأن تنظيم داعش بالفعل اختفى، ولكن حاليا تنظيم داعش بالفعل أصبح خطرا من ناحية العمليات الإرهابية المركزة. يعني سابقا كان عمليات داعش هي مشتتة بدون أهداف، ولكن حاليا يركزون على أهداف استراتيجية، مخيمات أو سجون، استهداف القوات الأمنية، استهداف العسكريين، استهداف المجتمع المحلي الذي يرفض أو يرفض الانصياع لأوامر التنظيم. من الناحية الاقتصادية تحت مسمى الزكاة ينشط في الكثير من المناطق، يعني عندما قمنا بهذه العملية في المناطق الصحراوية كانت بناء على معلومات أنه داعش
بالفعل خاصة في ساعات الليل يدخل إلى بعض المناطق ويضغط على السكان المحليين بغية جمع الأموال وحتى انضمام أبنائهم إلى هذا التنظيم. يعني سيد فرهاد، هذه المعلومات، تنظيم داعش بعد دحره ميدانيا عسكريا، حضرتك تفضلت أنه يعني كان يقوم بعمليات صغيرة منفردة كخلايا، يعني كانت عملياته فوضوية، ليس هناك تنظيم معين. اليوم من خلال حديثك في تنظيم، هناك أهداف كبيرة، استراتيجية كبيرة، سجون، مخيمات، عمليات ضد قوى الأمن. هل هناك اليوم جهات تدعم، تمول، تساعد؟ يعني دائما عندما تلقون القبض على خلايا في هذه الحملة أو حملات سابقة، يكون لديهم أسلحة، يكون لديهم أجهزة اتصالات، من أين يأتون بها أيضا؟ يعني بالفعل عمليات داعش سابقا بعد معركة البغوث هي كانت عمليات كما تفضلت، هي عمليات مشتتة غير مركزة، وكانت عمليات دعائية. يعني كان داعش يحاول إثبات وجوده من خلال تلك العمليات، ويبعث رسائل أمل إلى العناصر التي انهارت معنوياتها وفقدوا إرادتهم في القتال في البادية السورية بشكل خاص. ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت هذه العمليات تدار من مركز واحد. هذا المركز نحن سابقا ركزنا عليه وقلنا بأن هناك مركز، يعني عندما نتحدث عن البادية السورية نتحدث عن عناصر إرهابية من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ولكن هناك مناطق يتخفى فيها قادة داعش. يعني هناك منطقتين داعش يتمركز فيها بشكل كما نقول بشكل يسير، يعني لا أحد يتقرب منهم. منطقة البادية السورية حيث يتواجد عناصر داعش، ومنطقة التي تحت سيطرة الاحتلال التركي مناطق تواجد زعماء داعش. يعني عندما نتحدث عن مقتل أكثر من زعيم داعش، إبراهيم القريشي البغدادي ومن ثم بعض العناصر الأخرى عندما قتلوا في المناطق المحتلة، هناك إثباتات. يعني عندما قدمنا الأسماء لتحالف الدولي أكثر من 52 اسما بوجود قادة الصف الأول والثاني والثالث في المناطق التي تحتل تركيا، كانت معلومات حقيقية. وبالفعل قتل بعض الزعماء هناك، ولا يزال يتواجد بعض الزعماء الآخر. لذا عندما نتحدث عن تنظيم داعش نتحدث عن منطقتين، منطقة العناصر ومنطقة الزعماء. منطقة الزعماء هي منطقة طبعا منطقة الاحتلال التركي التي تحتلها تركيا في شمال غرب سوريا وبشكل خاص طبعا عفرين وإدلب وبعض المناطق الأخرى. الأسلحة بطبيعة الحال المنطقة هي منطقة عشائرية، منطقة تهريب، يحاولون طبعا من خلال هذه العوامل الاستفادة من بعض ضعاف النفوس. ولكن كانت هناك تحقيقات بعد السجن الصناعة أجرتها بعض المنظمات الدولية وبشكل خاص منظمة كار التي هي منظمة بريطانية. هذه المنظمة البريطانية قامت بجمع الأسلحة التي هاجم فيها داعش سجن الصناعة. معظم هذه الأسلحة بحسب طبعا الوثائق التي قدمتها منظمة كار البريطانية، طبعا هي منظمة مستقلة، كانت تأتي من مناطق الاحتلال التركي. يعني العديد من الأسلحة التي تم مصادرتها من قبل قوات سوريا الديمقراطية قدمناها للمنظمات الدولية. هم بعد إجراء التحقيقات و تم التأكد بأنها بالفعل أتت من مناطق الاحتلال التركي. لذا داعش حتى بعض المعتقلين خلال العام الماضي الذين قمنا باعتقالهم في منطقة الرقة كانوا قد أتوا من مناطق البادية السورية ويحاولون التوجه إلى الداخل التركي. كان هم يقولون في اعترافاتهم بأن هناك مضافات لداعش في الداخل التركي، هناك مشافي لعلاج عناصر داعش الجرحى. لذا هؤلاء كانوا يحاولون فتح ممر من البادية السورية وصولا إلى الرقة وإلى تل أبيض. طبعا تم اعتقال العديد من هذه العناصر. لذا داعش لا يمكنه فقط الاعتماد إلى العوامل المحلية بغية إعادة النشاط. بطبيعة الحال هناك عوامل دولية أو عناصر دولية هي تساعد داعش، تساند داعش، والكثير من التقارير التي بالفعل تؤكد أن داعش في الوقت الحالي لدينا معلومات والصحافة ركزت على بعض العناصر الأخرى يأتون من الدول الأوروبية يقومون بالتوجه إلى تركيا، التدريب في إزمير التركية ومن ثم التوجه إلى سوريا عن طريق الاستخبارات التركية. لذا العوامل الدولية بطبيعة الحال هي عوامل مؤثرة، هي عوامل استراتيجية وأساسية في إعادة نشاط هذا التنظيم. ولكن للأسف بعض الدول باعتبار أن تركيا بشكل خاص هي دولة في الناتو، الناتو حاليا محرج من هذه النقطة، لا يودون التركيز،
ولكن قلنا سابقا وحاليا أيضا نقول لا يمكن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل بدون فتح تعاون تركيا مع هذا التنظيم الإرهابي. طالما هناك من يدعم هذا التنظيم، يعني هناك جهات كبيرة تدعم هذا التنظيم. بطبيعة الحال يعني هذه الجهات هي جهات دولية خارج المراقبة الدولية، يعني تركيا بشكل خاص حاليا هي خارج المراقبة الدولية وتستخدم الكثير من الأدوات للقضاء على الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. إحدى هذه الأدوات هو عناصر تنظيم داعش الإرهابي، لدينا إثباتات وقدمناها للمجتمع الدولي، وأعتقد أن الإعلام الدولي تناول هذه المسألة بشكل مستفيض بعيدا عن الآراء الشخصية، بعيدا عن الآراء السياسية أو التوجهات أو المصالح السياسية، كانت فقط تقدم المعلومات والوثائق. وبالفعل ثبت تورط تركيا في هذه المسألة، لكن كما قلت تركيا دولة في الناتو، لابد بطبيعة الحال فتح هذا الملف على الأقل لمنع ازدياد نشاط داعش خلال الفترة المقبلة التي نشهد فيها الكثير من التوترات. كلمة السر هنا هي المصالح بالتأكيد. طيب سيد فرهاد، يعني حضرتكم خلال السنوات الماضية وإلى الآن بالتأكيد زادت خبراتكم بمسألة مكافحة الإرهاب، تطورت الآليات لديكم، نفس الشيء بالنسبة لتنظيم داعش وأيضا خلاياها النائمة، أيضا يمكن تأقلم مع مسألة تطوركم ويعني تطور الآليات لمحاربتهم أو لملاحقتهم. التحديات اليوم التي شعرتم بها خلال هذه الحملة، أبرز التحديات سواء كان بمحيط المخيم في القرى التي أيضا مشطتموها أو في داخل المخيم؟ يعني بطبيعة الحال النقطة الأخطر في عملية المواجهة مع داعش هو توائم داعش مع الظروف التي يعيش فيها حاليا. يعني سابقا بالفعل بعد انهيار داعش في منطقة الباغوس كانوا لا يزالون في طور التدريب، ولكن بعد فترة بطبيعة الحال تمكنوا من إعادة لملمة صفوفهم، من تشكيل لجانهم، تشكيل مؤسساتهم، ومن ثم التدريب في بعض المناطق وبشكل خاص طبعا في مناطق البادية السورية وضمن الحدود العراقية بشكل عام. بطبيعة الحال الحرب ضد داعش هي ليست حرب سهلة، المعركة ضد داعش هي معركة طويلة. أبرز التحديات بالفعل التي نعاني منها هو مسألة تجاهل المجتمع الدولي هذا الملف. يعني بعد معركة الباغوز نحن أصدرنا بيان وقلنا أن المرحلة المقبلة ستكون من أخطر مراحل الصراع مع تنظيم داعش. صحيح داعش انتهى جغرافيا، انتهى عسكريا، ولكن هناك بعض العوامل التي داعش يستفيد منها سواء من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية وحتى من الناحية الاجتماعية في بعض المناطق. ولكن الضربة أساسا التي لا تزال أخطر وهي مسألة تجاهل المجتمع الدولي للكثير من الملفات. أولا ملف السجون لا تزال هذه الملف عالق، لا يزال الكثير من العناصر بدون محاكمات، بدون محاكمات. المسألة الأخرى مسألة تحقيق العدالة، يعني عندما نتحدث عن محاكمة عناصر داعش لابد من تحقيق العدالة، تحقيق العدالة للضحايا. لا يزال هذا الملف عالق. بعض الظروف السياسية هي التي تسير هذه المسألة. المسألة الأخرى هي مسألة إزالة آثار تنظيم داعش. يعني داعش كان في هذه المنطقة مدة 4 سنوات، المجتمع المحلي عانى منه سواء من الناحية الاجتماعية، من الناحية النفسية، حتى من ناحية الاقتصاد. للأسف المجتمع الدولي ركز فقط على العمليات العسكرية ولكن تجاهل هذه المنطقة، لم يقدم شيء بالمستوى المطلوب لهذه المنطقة، لم يقدم شيء لضحايا داعش. بقيت ملف داعش بعد معركة الباغوز في مسألة التوثيق فقط. يعني الكثير من اللجان تأتي، الكثير من الدول تأتي للمنطقة، هم يأتون فقط للتوثيق، ولكن من الناحية العملية لم يقدموا شيء. إضافة طبعا إلى وجود من الناحية العملية ومن الناحية الميدانية وجود بعض المناطق التي هي أساسا خارج سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لا يمكننا الوصول لهذه المناطق. والكثير من المرات عندما اجتمعنا مع التحالف الدولي ولهذه اللحظة أيضا نقول لهم لابد من مواجهة داعش في تلك المناطق سواء البادية السورية أو حتى في المناطق التي تحتلها تركيا، لابد من مواجهة هذه الحقيقة بأن بالفعل
بدون القضاء هذه العوامل لا يمكن القضاء على تنظيم داعش بشكل كامل، يعني سواء تواجد داعش في المناطق المحتلة وحتى تواجد داعش في المناطق الصحراوية. بالمجمل القضية قضية معقدة لا يمكن معالجتها بآلية معينة أو حتى بتوجه معين بدون طبعا التركيز على العوامل الأخرى. هذه المناطق التي تتحدثين عنها سواء في محيط لويه مناطق صحراوية، من الناحية التقنية للأسف قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تفتقر إلى التقنية الأساسية، سواء تقنية مراقبة الحدود، تقنية الاستطلاع. طيب سيد فرهاد، يعني هنا دور التحالف ما هو؟ ما دور التحالف في هذه المرحلة، في هذه الحملة وفي السابق؟ يعني اليوم في شراكة، مفروض هم يكملون هذا النقص. يعني بطبيعة الحال بعد معركة الباغوث تغيرت مهمة التحالف الدولي أيضا. يعني سابقا كان دور التحالف الدولي هو دور قتالي بحت، يعني كان يتشارك مع قوات سوريا الديمقراطية في الكثير من العمليات، وحتى على المستوى الميداني كان يقوم بالعمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، يعني دور قتالي بحت. ولكن بطبيعة الحال بعد معركة الباغوث دور قوات التحالف تغير إلى تقديم المشورة والتدريب وكذلك تقديم الدعم اللوجستي إضافة إلى الاستطلاع. ولكن خلال الفترة الماضية تمت العديد من المناقشات بأن بالفعل هذا الدور، يعني مسألة تقديم المشورة لا يكفي، لابد من وجود أو تواجد قوات التحالف الدولي أيضا في مسألة القتال ضد تنظيم داعش، لا سيما هو يمتلك الكثير من التقنيات العسكرية التي طبعا تساعده في الوصول إلى أبعد نقطة يتواجد فيها التنظيم الإرهابي. قلنا في بداية البرنامج بأن أساسا التحدي الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية بمحاربة داعش هو وجود الخلايا الإرهابية خارج مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. هؤلاء يقومون بالتسلل إلى المنطقة بعد التدريب، بعد التمويل، بعد جمع المعلومات الاستخباراتية. لذا التركيز الأساسي أعتقد في الفترة المقبلة ستكون في مسألتين. المسألة الأولى هو المواجهة الميدانية مع خلايا تنظيم داعش الإرهابية، وهذه المسألة طبعا هي مسألة تكون طويلة الأمد، ستكون عمليات يومية كما يحدث حاليا، عمليات يومية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابية. المسألة الأخرى وهي تجفيف الظروف أو القضاء على الظروف اللي يستفيد منها التنظيم. كما ذكرنا في البداية لابد من زيادة الدعم سواء لقوات سوريا الديمقراطية أو للإدارة الذاتية الديمقراطية في الشمال والشرق سوريا الديمقراطية، بغية الوصول إلى المناطق النائية، المناطق الصحراوية، تقديم الدعم الاقتصادي أو حتى الدعم الاجتماعي، دعم التعليم في تلك المناطق، حتى لا يكون هناك ثغرات يستفيد منها التنظيم الإرهابي. لذا دور التحالف هو دور استراتيجي ودور أساسي. وطبعا هناك التزام مشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في مسألة مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وأعتقد خلال الفترة المقبلة أيضا، بغض النظر عن تغيير السياسات بعض الدول لا سيما السياسة الأمريكية، أعتقد أن دور التحالف سيستمر، وهذا الدور سيكون حاسم في مسألة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل نهائي في المنطقة وحتى في المناطق الأخرى. دعني أذهب إلى جزئية في مسألة هذه الحملة. عندما ألقيتم القبض على خلايا تنظيم داعش أو حتى كان في مواجهة مع هذه الخلايا، هل استغل التنظيم تواجد المدنيين مثلا حوله؟ كيف استطعتم أن تحلوا هذه المسألة؟ يعني أيضا اليوم في مدنيين مثلا في هذه القرى أو في المخيم هنا أيضا، كيف استطعتم أن تحاوطوا مسألة استغلال داعش تواجد المدنيين؟ يعني بطبيعة الحال هذه النقطة هي أهم عوائق التي تواجه قوات سوريا الديمقراطية في القيام ببعض الحملات الأمنية سابقا والآن أيضا، ولا سيما في مخيم الهول. يعني هناك بعض الظروف الإنسانية التي لا بد من التقرب منها بحساسية مفرطة سواء ضمن المخيم وحتى خارج المخيم، ولكن الطرف الآخر يعني تنظيم داعش الإرهابي هو يستغل هذه الظروف. يعني مثلا البارحة شاهدنا أو كشفنا جثة لإحدى النساء كانت قد تعرضت للتعذيب على أيدي ما يسمى بنساء الحسبة. ولكن عندما نتوجه إلى خيم المهاجرات بطبيعة الحال هم نساء، لابد من أخذ هذه الحساسية بعين الاعتبار. حتى العام الماضي أيضا ألقينا القبض على أحد عناصر داعش
كان يتواجد في قسم النساء. أيضا في المناطق الأخرى يعني هناك بعض الحساسيات، ولا سيما عندما نقوم بالعمليات، هذه العمليات لابد أن تستهدف بعض التجمعات السكانية باعتبار أن داعش أساسا يتواجد في التجمعات السكانية. صح، هو يختفي في الصحراء، هو يستغل ظروف الصحراء، ولكن يتواجد أيضا بشكل أساسي في بعض المناطق الحضرية. وكما تعلمون مناطق شمال وشرق سوريا هي منطقة مستقبلة للكثير من النازحين من المهجرين، سواء في مناطق الداخل السوري وحتى خارج سوريا. داعش الكثير من المرات كان يتسلل إلى المنطقة بالتخفي مع بعض النازحين. طبعا نحن لا نوجه الاتهام للنازحين باعتبارهم هم أيضا متضررين من الحرب، ولكن داعش هو يحاول التخفي بينهم، يحاول أساسا استغل هذه الظروف، يحاول تقمص بعض الشخصيات الأخرى، أو ربما ببعض الطرق الأخرى يحاول عبر التهديد أيضا. أكيد بشكل أساسي يعني المناطق الصحراوية والمناطق البادية التي قمنا فيها بالحملة هذه العملية هم أيضا كانوا يتحدثون بأن داعش يستغل التهديد، ولا سيما في المناطق اللي أساسا هي بعيدا عن الطرق الاستراتيجية. كما تعلمون هذه المنطقة هي منطقة متناثرة من ناحية تواجد التجمعات السكنية، ولا سيما الحدود العراقية تعاني من بعض الظروف البيئية وخاصة في الشتاء وفي الخريف. داعش بالفعل هو يحاول الاستفادة من هذه الظروف، والكثير من العناصر الذين قمنا باعتقالهم خلال الفترة الماضية أساسا بعضهم كانوا يتعاونون مع داعش تحت ظروف التهديد لعائلاتهم أو حتى لأطفالهم. طيب، يعني خلال حديثك سيد فرهاد كنت قد تطرقت لمسألة بأنه اليوم العالم ينظر إلى ملف الإرهاب على أنه محاربته فقط في الميدان أو عسكريا. حضرتك أشرت لنقطة مهمة بأنه اليوم الداعش فكرة يستغل مجموعة من الظروف سواء كانت جيوستراتيجية اليوم على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى الاقتصادي، الملف الاقتصادي في هذه المنطقة أو أي منطقة أخرى اليوم ينمو فيها الإرهاب، يحاول يستغل مسألة الفقر. طيب، في العديد من التقارير فقط تشير إلى الخطر هذا التنظيم في المخيم، ولكن من خلال حديثك اليوم الخطر خارج نطاق المخيم، في سجون أيضا. لنفترض بأنه هذا المخيم، مخيم الهول، تم إغلاقه، تم إفراغه، وتم التخلص من هذا التهديد الذي يخيف العالم بما أنه هو قنبلة موقوتة، هل ينتهي ملف الإرهاب هنا؟ يعني مخيم الهول هو مخيم تم ضبطه من قبل القوات السورية الديمقراطية، ولكن الكثير من المخيمات هي مخيمات منفلتة في الكثير من المناطق. يعني عندما نتحدث عن البادية السورية وحتى عن مناطق احتلال تركيا، الكثير من المخيمات تتواجد هناك، الكثير من العناصر هم عناصر منفلتة خارج السيطرة وحتى خارج المراقبة. على الأقل يعني عندما نطالب بعض الدول نطالبهم بمراقبة تحركات داعش، ولكن ملف داعش هو ملف معقد، يعني لا يمكن حل ملف داعش فقط بمسألة إغلاق مخيم الهول. ومخيم الهول صح هو يشكل هدف استراتيجي لتنظيم داعش، هدف دعائي، ولكن نحن نتحدث عن أكثر من 14,000 يعني 14,000 من عناصر خلايا التنظيم الإرهابي حاليا يتواجدون في سوريا. في عام 2022 الأمم المتحدة أصدرت تقرير وقالت عناصر التنظيم حاليا هم 12,000، ولكن لدينا معلومات في الوقت الحالي داعش يتواجد بأكثر من 14,000 عنصر في مناطق البادية وحتى يتواجد في بعض المناطق الساخنة في شمال وشرق سوريا، سواء في الرقة أو دير الزور أو حتى في جنوب الحسكة. لذا حتى مع إغلاق مخيم الهول بالعكس تماما، يعني حاليا مخيم الهول هو يشكل فخ لتنظيم داعش. طبعا هذه النقطة كانت من أحد أسرار عملياتنا السابقة، ولكن في الوقت الحالي لابد من كشف هذه الحقيقة. عن طريق مخيم الهول كنا نقوم بمراقبة تحركات داعش باعتبار هو كان يتواصل مع مخيم الهول، كنا نراقبه في المخيم أو خارج المخيم، كان يتواصل مع بعض الخلايا. يعني مخيم الهول في الفترة السابقة كان يشكل طعم لخلايا التنظيم، وقمنا باعتقال وإلقاء القبض على الكثير من العناصر الإرهابية عندما كانوا يحاولون التواصل مع مخيم الهول.
لذا إغلاق مخيم الهول بطبيعة الحال هو سيشكل ربما أهمية في بعض النقاط، ولكن هناك الكثير من الملفات كما ذكرنا سابقا. كان داعش يحاول الاستفادة من المخيم، ولكن حاليا هو تنظيم منفلت، لديه الكثير من العناصر، لديه الكثير من الكهوف، لديه الكثير من الظروف. هو ربما من الناحية التكتيكية العسكرية لا يريد السيطرة على المدن، يعني في أكثر من مرة دخل إلى منطقة السخنة أو مدينة السخنة، في أكثر من مرة سيطر على منطقة أو مدينة معدان، منطقة إثرية، خناصر، حتى بلدة الرصافة أيضا في عام 2022 سيطر على جزء كبير من بلدة الرصافة لبنى حملة سجن الصناعة. ولكن من ناحية تكتيكية العسكرية أعتقد داعش يحاول الابتعاد عن المدن حتى لا يخسر عناصره، حتى ينتظر أساسا بعض نضوج بعض الظروف الأخرى لإثبات نفسه حتى في المدن. أعتقد هذه المسألة هي مسألة تكتيك عسكريا، داعش يحاول أن يسير حرب العصابات بعيدا عن محاربة الجيوش النظامية عن طريق الحرب النظامية. إذا مسألة مخيم الهول مسألة استراتيجية أساسية، ولكن مسألة حالي ملف داعش يتجاوز هذه النقطة وعن الأقل في الوقت الحالي. يعني داعش اليوم يستغل الفوضى ويحاول أن يخلق فوضى أيضا. جزئية أخرى أيضا متعلقة بأطفال التنظيم هنا في المخيم، دائما ما كنتم تحذرون، تقارير دولية حذرت من أنه هذا جيل جديد من تنظيم داعش الإرهابي. هؤلاء الأطفال اليوم أصبحوا بالغين، مراهقين أو بالغين، وفي جيل اليوم جديد قادم متواجد في هذا المخيم. تقييمكم لعمل المنظمات الإنسانية التي تراقب هؤلاء الأطفال، ما تقييمكم لهم؟ وخاصة بأنه الأطفال تربوا هنا في بيئة تدعم الإرهاب، في بيئة هي منبع للإرهاب، يعني اليوم بين عائلات هي أساساً عائلات تنظيم داعش الإرهابي. يعني بطبيعة الحال خلال الحملات الماضية تمكنا على الأقل في مستوى معين من إفشال مخطط داعش بتشكيل الجيش الجديد في هذا المخيم، ولكن بطبيعة الحال المحاولات مستمرة. حتى في هذه العملية الكثير من المراهقين، مراهقي تنظيم داعش، كانوا يحاولون التخفي تحت الأرض، كانت لديهم أنفاق. يعني باعتبار لدينا السياسة حاليا تركز على إخراج هؤلاء من هذه البيئة المتطرفة ونقلهم إلى أماكن ربما تكون أكثر فائدة لهم في المستقبل. مسألة التنظيمات الإنسانية أو المنظمات الإنسانية التي تتواجد في المخيم وحتى في الخارج، بطبيعة الحال نحن نبدي كامل الاحترام لعملهم وساعدناهم. أساسا دولة تواجد قوات سور الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في المخيم أو خارجهم، هم أيضا لم يكن باستطاعتهم العمل في هذا المخيم. يعني القوة الضامنة لاستمرار عمل المنظمات الإنسانية في المخيم وخارج المخيم هو وجود قوات سور الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي. يعني الكثير من نساء تنظيم داعش أساسا هم يهاجمون التنظيمات أو المنظمات الإنسانية، يتهمون بالإلحاد وإلى ما هنالك، ولكن وجود قوات سوريا الديمقراطية هي أساسا تعيق استهداف هذه المنظمات. الكثير من المرات طبعا كان داعش يحاول الاستيفاء أو يحاول الهجوم على هذه المنظمات أيضا، ولكن هناك بالمجمل التناقض أحيانا تتم بين العمليات العسكرية أو العمليات الإنسانية، باعتبار العمليات الإنسانية هي تنظر إلى المخيم كمخيم إنساني، تتجاهل الحقائق بأن هذا المخيم هو مخيم لداعش، الكثير من عناصر داعش، الكثير من نساء داعش، الكثير من رجال أو عناصر داعش الذين أساسا عانوا هذه النظام، أساسا هم عانوا من هذه التنظيمات، ولكن هم يتجاهلون حقيقة خطورة هذه المخيم. بطبيعة الحال من الجانب الآخر قوات سوريا الديمقراطية أيضا يهمها، صحيح نركز على الجانب الإنساني وعملياتنا أساسا هي لإنقاذ الإنسانية، لتخليص الناس من شرور داعش، بطبيعة الحال لدينا جانب آخر هو الجانب الأمني. يعني عندما نتوجه إلى بعض الأقسام التي تواجد في عناصر داعش، بطبيعة الحال نحن نتقرب بشكل أمني بحت، لدينا بعض الحساسيات الأمنية. لولا هذه الحساسيات الأمنية بطبيعة الحال كان الوضع سيكون سيء جدا، ولكن يحصل أحيانا بعض التضاد في الأفكار بيننا وبين المنظمات الإنسانية. بعض المنظمات الإنسانية أساسا
هي بعيدة عن الواقع، تتصرف بكأن وكأن المسألة فقط مسألة إنسانية. هذه الحملة كانت أفضل من الحملات الأخرى والعمليات الأخرى من ناحية التنسيق مع إدارة مخيم الهول وكذلك مع المنظمات الإنسانية. يعني لحد هذه اللحظة لم يحصل أي تناقض أو تضاد بيننا وبينهم، ونحن نشجعهم بطبيعة الحال على استمرار عملهم، وأبدينا الاستعداد في أكثر من ناحية أو أكثر من مرة على تقديم المساعدة والتسهيل لعملهم في أي منطقة، سواء في مخيم الهول أو حتى في خارج مخيم الهول. نقطة أخرى أيضا سيد فرهاد، اليوم الحكومة العراقية تحاول استعادة رعاياها من المخيم، و يعني هي تسير في اتجاه غلق هذا الملف بالنسبة لها. مستوى التنسيق بينكم بين الحكومة العراقية، خاصة خلال حديثك أيضا تحدثت عن مسألة اليوم الحدود، هذه المنطقة الرخوة التي يستغلها داعش للدخول إلى سوريا والخروج منها، يعني كأنها منطقة مفتوحة بالنسبة لهم. مسألة التنسيق بينكم بين الحكومة العراقية، يعني النازحين العراقيين أو المهجرين العراقيين هم يتواجدون في المخيم منذ عام 2014 وقبلها أيضا، وأعتقد مناطق شمال وشرق سوريا قدمت الكثير من الخدمات للنازحين أو المهجرين العراقيين، والكثير من المهجرين أساسا عندما توجهوا إلى هذه المنطقة لم يكن يمتلكون أي شيء. كامل الخدمات قدمتها قوات سوريا الديمقراطية وحتى الإدارة الذاتية الديمقراطية، وأعتقد هذه النقطة يجب أن لا تنسى في التاريخ العراقي، يجب أن لا يتجاهل المسؤولون العراقيين هذه الناحية. أحيانا هناك بعض التصريحات هي نعتقدها تصريحات غير مسؤولة من بعض المسؤولين العراقيين، ينظرون إلى مخيم الهول وكأن المخيم يعاني الكثير من الأزمات وكأن الإدارة الذاتية لم تقدم شيء، ولكن عندما كانت الحكومة العراقية محصورة في بغداد كانت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية تقدم الخدمات للعراقيين في المخيم وحتى خارج المخيم. هذه النقطة لابد أن تسجل في الأرشيف العراقي وحتى الأرشيف السوري. ولكن بطبيعة الحال هناك مساعي، هذه المساعي أساسا هي عمليات منسقة مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والجانب العراقي بغية نقل العراقيين إلى الداخل العراقي، وهذا ما نتمناه بطبيعة الحال. لا بد من عودة أي شخص إلى بلدانهم الأصلية، إلى أماكنهم، إلى منازلهم. اليوم كنا في المخيم في قسم العراقيين، طبعا حتى بعض العراقيين تربطنا بينهم وبينهم علاقات، بالفعل علاقات أخوية حتى ضمن المخيم، ولكن هؤلاء كانوا يتحدثون عن بعض الانتهاكات التي تحصل في مخيم الجدعة، ونحن نقلنا بطبيعة الحال هذه المسألة لبعض الأطراف الأخرى، يعني حتى تكون العوامل مشجعة لعودة العراقيين إلى ديارهم أو إلى مخيم الجدعة الذي تأسس أساسا لنقل العراقيين إليه. لابد من أتحدث من بعض المسائل الأخرى، هي مسائل اعتقال الأطفال أو بعض الأشخاص. يعني بعض العراقيين أخبرونا اليوم، حقيقة لم نكن نمتلك هذه المعلومات، ولكن بعض السكان العراقيين الذين يتواجدون في المخيم أخبرونا بأن مخيم الجدعة يعاني من بعض الانتهاكات، وهذه المسألة هي تشكل عامل ردع لعودة العراقيين إلى مناطقهم. بالمجمل عملية نقل العراقيين سارت ببطء خلال الفترة الماضية، وأعتقد الفترة المقبلة ستشهد الكثير من عمليات النقل. القسم الأكبر من مخيم الهول هو قسم للعراقيين الذين أساسا هربوا من تنظيم داعش و من بعض الانتهاكات التي تحصل هناك. ملف الإرهاب هو ملف دولي، ملف عالمي اليوم، لكنكم اليوم تتحملون العبء الأكبر في محاربته، في ملاحقته، في محاولة احتواء هذا الملف، رغم بأنه التقارير الدولية عديدة تتحدث عن مخاطر عودة داعش من جديد، إعادة تنظيم صفوفه من جديد. في سؤالي الأخير لحضرتك، رسالتكم اليوم للمجتمع الدولي؟ يعني بالبداية رسالتنا للمجتمع المحلي، كل ما نعمل عليه والكفاحنا سواء ضد تنظيم داعش أو باقي التنظيمات أو حتى ضد تهديدات الاحتلال التركي هو من أجل هذا الشعب. يعني عندما نقوم بأي عملية هو أساسا نحاول توفير حماية أفضل، وأعتقد الوضع الأمني في مخيم الهول وخارج مخيم الهول سيكون أفضل بعد هذه العملية، وهذا هو الهدف الأساسي والاستراتيجي لهذه العملية. أما من ناحية المجتمع الدولي، بطبيعة الحال المجتمع الدولي لا يمكنه إنكار
وجه تنظيم داعش لا يمكنه تجاهل هذا الملف أكثر باعتبار سيؤثر على الكثير من المناطق. يعني خلال الفترة الماضية شاهدنا الكثير من العمليات الإرهابية في فرنسا، في روسيا، في بعض المناطق الأخرى، هي نتيجة طبعا تجاهل هذه الدول لهذا الملف، أو يعني هؤلاء أداروا ظهرهم لملف تنظيم داعش في الشرق الأوسط وبشكل خاص طبعا في مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا بشكل عام. لذا لابد من الاهتمام بهذا الملف مرة أخرى حتى لا يستفحل بشكل أكبر. المسألة الأخرى، مناطق شمال وشرق سوريا هي كانت درع حماية العالم، وهذه الحقيقة هي حقيقة معروفة لا يمكن لأحد إنكارها، ولكن للأسف هذه المنطقة التي قدمت الكثير من الشهداء، قدمت الكثير من التضحيات، لم يكن الاهتمام بهذه المنطقة بالشكل الكافي سواء من الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية. هذا هو خلل في العلاقة بيننا وبين المجتمع الدولي. أعتقد خلال الفترة المقبلة بحسب طبعا بعض المؤشرات سيكون الاهتمام أكبر بهذه المنطقة. هذه الآلية يمكن طبعا يمكن من خلالها القضاء على التنظيم الإرهابي، باعتبار أن داعش لا يمكن القضاء فقط من ناحية الناحية العسكرية. الناحية العسكرية مهمة جدا وهي ناحية عسكرية حاسمة، ولكن الظروف الأخرى أيضا هي تشكل عوامل مساعدة يستخدمها داعش كمستلزمات له. يستطيع انعاش نفسه من خلال هذه الظروف بطبيعة الحال. طبعا المنطقة هي ليست منطقة تواجد لداعش، هذه المنطقة داعش يحاول يتواجد فيها ومن ثم الانطلاق إلى المناطق الأخرى. لذا حتى نتمكن من إزالة هذا الخطر على المستوى العالمي حتى لابد من توجيه الأنظار والاهتمام بشكل أكبر إلى هذه المنطقة. أشكرك جزيل الشكر يعني عن كل هذه التفاصيل وهذه التوضيحات وأيضا هذا الحديث وهذه المعلومات التي أفدتنا بها سيد فرهاد. شكرا لاستضافتكم هنا لنا هنا في مخيم الهول. شكرا لكم أيضا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية هذا اللقاء الخاص مع مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية سيد فرهاد الشامي، وأيضا أشكركم على حسن وطيب المتابعة، وإلى اللقاء. We'll be right back.